كتب لي كومونتير قول لي شنو بغيتي وشنو بغيتي دير ياك كتب لي الو مريا عطيك احلام لاباس عليك صافي الحمد لله كي داير ماري لاباس عطيك عطيك سالتي الضو ويبان لي واحد الوجه جميل جدا عاودت عليه نشوف بغيتي تشوف بكل صافي غير تمسح اللايف غير تمسح اللايف يوريها واخا بلاتي نشعل الضو دقيقه سالي الضو ما يمكن حداك تطلعني علي فينك احلى صافا لا اطفئ لا اطفئ خلي طافي خلي كيك هي خلي طافي واخا يلا بلاتي هي خلي طافي كنضحك معاك غير خلي هكذا كتباني زوينه كده اختي احلى بس عليك صعب عمي بغيتني عطاني واحد 30 ثانيه الاخوان اللي عاود عيط لي في الميسنجر غنبلوكي بقاي معايا بقاي معايا واخا عرفتي علاش حيت شي براش المهم كعيطو في ميسنجر قلت لك غير بخلي طافي قول لي شحال في عمرك احلام 26 عام انا بنت اسفي دابا عايشه في لندن بنت اسفي عايشه مرحبا بالناس ديال اسفي المدينه وعرفتي شحال وانا متبعاك وديما كنعيط لك ونصيفط لك ميساج والو شحال معترف كان عندي على الفونتازم وعلى داكشي كاين على الفونتازم يلا جيتي جيتي على الفونتازم هنا فونتازم عندك ولكن راه ما كيشوفني بوجهي دابا والميساج دو كيجي في فيسبوك والله دابا تهضر على الفونتازم هادشي مع راه فين المهم راه كنضحك معاك راكي انسانه زوينه والله الا زوينه 26 عام راه انت راه عزيز علينا بزاف ديما كنتفرج فيك ديما ما عندي ظهر اليوم اللي عندي ظهر عرفتي شنو كنت غادي نخرج معاك الكريسماس وقلت صافي الدنيا عامره ما كاينش ماريو في البلان وعلاش ما خرجتيش قال لك تخرجي تبدلي الجو شويه ولا الدنيا عامره بزاف ما كاينش معامل ما كاينش لا ما كاينش معامل تخرجي نهائيا لا لا وما كاينش في ضرب الطاسه انا ما كنشربش للاسف للاسف انا مشيت تما ما عمرني نعاود ندير شي لايف كاع نحيد فيسبوك حيد لاكارت ايوا مرحبا بك شي مرحبا بك نديرو شي زواج بيض قول لي احلى كني ما كيسولك واش انت مراد ديزيدروس انت هو عايش في لندن وقول لي راه كنت كنقلب عليه ديك المره ومازال ما تلاقاتش بيه يا قولي لي اش من الموهبه عندك الموهبه اللي عندي ديال التعناب كيفاش ديال التعناب حتى هي موهبه حتى هذا راه موهبه نقول لك الصراحه ما نكذبش عليك انا اي واحد كنشوف وكيعجبني في الزنقه تنتعنب عليه تنتصاحب معاه تنطيحه يعني هذه راه موهبه ما عطيتش كلشي انك اي راجل حطيتي فيه ما كانش ذلك تخيل يكون ماريو يكون ستار لاعب ديال الكره مغني مقدم في التلفازه اي حاجه توقع راسك كنقول هذيك السيد عجبني غادي نجيبو غنجيبو عمرك طيحتي شي لاعب ديال الكره عاد هاد ديك لا ليست من الشمال حتى من الاسفي حتى لطنجه انا كيبان لي انت عندك موهبه سلوبيه لا شوف هذاك الدليل يعني لعابه ديال البطوله الوطنيه بواحد بواحد كله فيه لا معرف الحمون عطيها لي ما فيش المشكل وبغيت نسولك عمرك طيحتي شي لعاب ديال الراجا ولا ديال الوداد بلا ما تجبدي سميتو من الراجا ومن الوداد بجوج ودابا انت طيحتيه كان كيلعب ديك الساعه رسمي شحال اين عام هذا من نقول لك من اين عام بديت كنعرف كنطيحهم
من 2009 يعني كانوا كيلعبوا رسميين في الراجل رسميين وكانوا ديبيتور مشهورين غيكون الصالح هذا لا 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 كل شيء كيمشي غير فريق كان طايح عادي وحدة شاده فهمتي ما كتعرفهاش للسوق عطاني عطاني شي انا نقول لك واحد الحاجه ما غاديش نقول السميه عطينا غير جوج حروف الاولى من سميه الهداف ديال الراجا جوج حروف سميه الاولى انا قلت لك جوج اصلا سميته فيها ثلاثه كيبدا بحرف العين سميه يلا يلا العلماء العاب ديال الراجا هذا كان بيتر قناص كما كنقولوا قناص كيبدا بحرف العين مش العظم ما طيحتيش امزين ديال الخليب لا شوف الا ما كانش بوغوز عند الفورمه ما كندورش به الصراحه واخا غادي نسولك دابا انت ملي كتجي كطيحي معاهم كتجي كتهضري معاهم على كوره وداكشي ضروري وبيني وبينك اللعابه في المغرب كيبيعوا الماتشات لا فالقضيه عمرني ما هضرت معاهم ولكن نقدر نقول لك ولا غادي نقدر نبين كاع الدراري شنو سبب فاش احنا عندنا في البطوله ايه هو انهم ما اش نقول لك متبعين البنات بزاف اللي كيشرب كيشرب اللي كيشيش كيش شيش اللي كيكمي كيكمي اللي كيتزطر كيتقرقب اللي كيضرب شوف كلهم تيديروا هذا الشيء ولو ان الانسان واحد باش يوصل ما خصوش يدير هذا الشيء دونك هما كيتقرقبوا تيتقرقبوا شي وحدين كانوا عندنا حنا في اسيو كنعرفوهم وكيتقرقبوا في نفس لوطيل تخيل واحد كونسنتراسيون تيخرج من لوطيل في جوج الليل كيخرج يسكر يضرب سبيسيال ويضرب قريعات ويرجع ينعس في لوطيل ويبات لي يلعب ماتش يفيق يلعب ماتش شي ملي قلت هاد الكلمه ديال كونسنتراسيون هادي كاينه في الدومين ديال الكره يعني ديال الكره يعني راك كتعرفي ومعسكر معسكر كيخرجوا من مراكش خارجين الشراب كيخرج كيس واحد راه جاوب على السؤال راه هو عرف السميه تاع لا عرفت السميه تاع لا عرفت السميه قلت له زعما هذيك هذاك السيد مجوز وعنده وليدات اللي كيهضر عليه لا ماشي الاول الثاني وقت نرجع في الكومونتيرات ما مزوجش هذا شحال دوزت مع ديالو احلام بيني وبينك شمن طريقه كتستعملي باش كطيحيهم بيني وبينك شوف نقول لك الصراحه انا واحد الانسان ما عنديش مع الكذوب على الدينيش انا ما كيهمنيش بنادم شنو غادي يقول فهمتي حيت داك ندير داكشي اللي كنرتاح فيه انا وكنعرف كاين واحد نقطه الضعف ديال الرجال شنو هي شنو هي وراه حاجه باينه شوف اي راجل كيتيري لو كور ديال البنت حاجه سهله ماشي اي راجل لا سي شوف حنا راه في المغرب حنا ماشي فشي دوله اخرى نمشي في اوروبا وداكشي اللي كيدو على العقليه وكيدير واش كتكون عندك العقليه مع ديالاش ولا ما كانش عندك المؤهلات راه ما عندك والو لا لا ماشي كلشي انت كطيحي في اللعابه ديال الكره الاغلبيه ديالهم في المغرب كنعرفوهم يمكن يمكن انا حيت لو جونغ متفق مع كي تو جونغ اللي كيعجبني ديال الدراري كانوا هما اللعابه دونك داكشي علاش كنت نهضر لك على فونطاج ديالي انا الدري اللي ما كانش لعاب ما تقدرش نكون معاه ودابا في لندن ما طيحاش على شي لعاب ديال الكره لا عفا الله أقول لي يا روني نيش سميتو كاع جون تيري قال لك واحد الولد الى بلاصه ساكنه في لندن انا ساكنه في كراوشند انا في لونور قريب للسونتر قولي بعيد عليا السونتر بشي 30 مينوت 30 مينوت واخا وكاين شي موهبه واحده اخرى من غير الموهبه الترماحيه شوف البنت المغربيه كلها مواهب يعني ما تقدرش تعرف عطيني شي موهبه واحده اخرى مثلا ماري خاصك دير شي حلقه على شكون في الفونتاز ودخلني معاك ديك الساعه نقول لك المواهب يعني خصني ندخل الفونتاز ضروري راه داك الشيء داخل في الشيء راه شوف راه الدنيا كامله كدور على داك الفونتاز ودابا طريشني في راسي انا شنو هو الفونتازي اللي كدور عليه الدنيا كلها على الموهبه قال لي تسمي لي كيدخل عندي شي واحد كنقول ليه كيما قال ماري شنو هو الفونتاز ديالك من الدخل من الباب لا هذا والله العظيم ولاو البنات كيقولوا عليا كيقولوا لي ماري راه ولاو التالي كيدخلوا عندنا
انا اختي بغيت نسولك شنو هو الفانتازم ديالك هذه الدخله ديال 2017 والله ولكن يلا نعطيك واحد 30 ثانيه قولي لي باختصار شنو هو الفانتازم ديالك اللي كما قلت لك انا شوف ما كانش لعاب ديال الكره وما كانش عند الدور في الغرمه ديك الشيء راه ما نقربش ليه نهائيا والفونتازم ديالي اللي باغا ندير هي هي بلون ا 3 دو في واحد الدري دري وجبناه جبناه بزاف اش غادي نقول لك هي من ناحيه لعاب ديال الكره هذيك الفورمة ما عنديش كاش ما كاين كاين واحد كاش واش واحد الضب ديال هذيك السيكوديزه ديال 5 يطرا هكا ديال المريض هذاك ماريو زيد العود باش عرف النقاط في المجتمع المغربي دابا في الكومونتير كيسبوا كيعيروا وفي بريفي حديت ولا حرج عرفتي هي من بعد ملي قلتي لك فونتازم ديالي هو بلون ا 3 مع جوج بنات وولد عرفتي شحال من الصاج غيوصل كاين اللي غادي يصيفط غادي يقول لك اختي احلام هي شتك ارتاح قلبي كاين كل واحد شنو غيقول لك كاين اللي غيقول لك سبحان الله العظيم الفونتازم عندي من 2001 مع المهم تحيه لك ما تعطيناش شي اغنيه احلام هو صوتي خايب ما في ميت يلا عطينا شي اغنيه يلا عطينا شي اغنيه دغيا اغنيه نقول لك السرحاني يلا سيري نسرح نوا معاك سرحانية شي نبغي تجيني بالسيرات وبلاتي نخبي عليكم وجهي باش ما تضحكوش عليا يلا سيري خبي وجهي ما تجينيش في هذا هذا نغني لكم نبغي تجيني بالسيرات يلا غني يلا سيري غني عمري دارت ودر بالايفون تتصور هذه بغات شي قرعه المهم ماري وشكرا حيت طلعتيني يلا تهلا لي فراسك احلام صيفط ميساج بريفي شكرا لك صحابك وعلى حساب دينا تنكشن ألف ريال ديال المركوب مين كنت لك ماشي مشكل كل شيء خلصه ماشي مشكل شكرا لك الأخت أحلى ميرسي وتهلا وكاني قاع اللي عيروا اللي هدروا مرحبا بكم ميرسي لا لا هذه راهي ضحكة بعضية ما شاء الله في راسك ان شاء الله في راسك لحظة هي دابا شنو غادي يطرى كان 4500 واحد 200 غيمشيو يصيفطوا ميساج الأحلام دابا انتم شوفوا شحال واحد غيخرج من اللايف يسكتوا وشوفوا الارقام هما غيتنقصوا غنبقاو انا وكنيمه وشي خمسه ديال البنات كلشي غيمشي يهرب عند احلام شوفوا شحال من واحد غيهرب كان 3500 بقات 4500 بقات 4300 يعني تقريبا واحد 200 واحد مشى كيجري عند احلام يلا سيروا راه بغا جاوب حتى شي واحد فينا هما شكون اللي باغي يطلع